من أهم الحاجات اللي الواحد لازم يعملها خصوصاً لما بيخلص سن العشرين إن هو يدور على الأكل والروتينز والحاجات اللي يشربها اللي تساعده على سرعة الهضم وسرعة الحرق. خلينا نشوف الريسيبيز. ده مشروب بنشربه الصبح بدري اول حاجه بعد الميه على طول، قبل الكوفي قبل اي حاجه. يا جماعه المشروب ده سحر بجد، يعني لو جربته بس لمده اسبوع ان انتوا تشربوا او تتناولوا المشروب ده بدل القهوه في خلال اول ساعه من لما نصحى من النوم، بجد 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 يعني هتحسوا بحاجه مختلفه تماما. بيساعد جدا جدا على الهضم وعلى نظافه السيستم من جوه. فاذا عندنا انجريدينتس، عندنا انجريدينتس اساسيه وانجريدينتس ممكن نغيرها. المواد او الخامات الاساسيه هي كركم، عسل، تشيلي او شطه، مسحوق الشطه، وده بيساعد جدا على تسريع الهضم. ليمون. ممكن بقى الحاجات اللي مش اساسيه اللي احنا نستعملها هي الستار انيس او اليانسون النجمه، ممكن استعمل القرفه، ومن الحاجات الاساسيه هي الجنزبيل او الفريش جينجر. بكل بساطه من غير ما نعقد الموضوع هنغلي شويه ميه وهنبتدي ان احنا نحط فيها المكونات دي على طول كلها مع بعض. بكل بساطة هحط المكونات كلها على بعض وهسيبهم يغلوا لمدة دقيقتين كمان بس لان هما يختلطوا ويتجانسوا، وبعد كده هحطهم في كوباية وهقعد بقى اشرب فيهم لمدة نص ساعة كده حلوين اول ما اصحى من النوم. وده بجد مشروب هو سحري، ممكن نقرا حتى نعمل ريسيرش عليه على الانترنت. من الحاجات الأساسية اللي بتساعد على تنظيم الهضم وحرق السعرات الحرارية الصبح. آخر إضافة هحطها هي خل التفاح، بس لازم يكون نوع كويس علشان هو ما ينفعش ان احنا نحطه على النار ويغلي، او ما يفضلش ان احنا نحطه على النار ويغلي، وده بيكون المشروب السحري.